المواطن المساوية هي الكفيلة بتاعتنا. إذا مشاهدة مستمعينا الكرام، لا يسعنا باسمكم جميعا إلا أن أشكر ضيفي المخلص الدكتور فيصل العواضي على هذه الآراء القيمة. شكرا جزيلا لك دكتور، وإن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة. ما دام إلى فاصل مستمعينا نعود ونستكمل مع دكتور. أوجه الشكر والتنوير والعرفان نيابة عن الشعب اليمني لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وكافة إخوانك هذا الدول التحالف الذين بذلوا ولا زالوا يبذلون الغالي والنفيس من أجل اليمن وشعبها، وامتزج الدم اليمني بدم أشقائه وإخوانه في معركة الدفاع عن البلد ومقدراته وشرعيته حتى لا يسقط هذا البلد في أيادي التجربة الإيرانية التي لديها طموحات كبيرة منها السيطرة على مضيق باب المندب. أصالت عصرنا أصالت الآن في استديوهاتنا هنا في إذاعة الجمهورية اليمنية من سلام مرتبة وأرقى تحية وإلى حضراتكم من مصر الأخبار يقرأها رائد الثقافة. هذه مقدمتي. إدانات موصلة للحادث الإرهابي الذي استهدف محافظة رمضان. مصرع 30 من عناصر الميليشيا الإنقلابية بينهم قيادي بارز ويقتل عشرات في مواجهات شهدتها عدة محافظات. الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يسيطران على موقع